أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم ولعن عدوهم. لا يزال الكلام في دروس في علم التاريخ، التاريخ الإسلامي. نحن سابقا أخذنا الدرس الأول. شنو الدرس الأول كان؟ ما هو معنى النور الذي ينتقل في أصلاب أجداد وآباء النبي من وإلى، من السابق إلى اللاحق؟ هذا أخذناه سابقا وطينا عدة تفسيرات. قلنا أن هذا النور هو نور النبوة. زين، اليوم إن شاء الله نريد أن نسلط الضوء على بعض أجداد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. احنا خلنا نقرأ السلسلة المباركة لنسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلنقرأ هذه السلسلة. قال المصنف الشيخ عباس القمي رحمة الله تعالى عليه. الشيخ عباس القمي تلميذ من؟ تلميذ المحدث النوري، وزميله كان يجلس معه في حلقة واحدة الأغا بزرق الطهراني، مؤلف كتاب الذريعة إلى تصانيف الشيعة. نعم، محقق الطهران معروف هذا. المهم، فالشيخ عباس القمي يقول هو أبو القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. وين راح نجي؟ راح نجي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب. لا تستعجل. محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم ابن مناف. خلنا نجي إلى مناف. مناف عنده ولدان، هاشم وعبد شمس. واضح؟ مناف عبد مناف اللي هو جد النبي أبو هاشم، أبو هاشم كان يكنى أبو عبد شمس. عنده ولدين مو ولد واحد، هاشم وبعد منه، وعد الولد الثاني اللي هو عبد شمس. يقولون عندما ولد هاشم وعبد شمس، شوف الرواية شلون قالت، عند ولادتهما شنو لقوهم؟ ولدا توأمين. خوش، ولد وأصبع أحدهما ملتصق بجبهة أخيه الثاني. يعني لقوا عندما خرجا من بطن أمهما، رأوا أن هاشم ملتصق إصبعه وين؟ بجبهة عبد شمس، وعبد شمس ملتصق إصبعه بجبهة من؟ جبهة هشام.
فتم فصلهما بالسيف. وسمي أحدهما هاشم والآخر عبد شمس. قال أحد العارفين العرب حين سمع بهذه الواقعة: لن يكون بين أبناء هذين إلا السيف فيصلا. وهكذا كان. نعم. عبد شمس أبا لأمية، هاي اللي أريد أركز عليها. منو أبو أمية؟ عبد شمس. خوش، شوية دققوا وياي بالمطلب. عبد شمس كان عنده ولدا اسمه أمية، صحيح؟ هذا ابنه، هذا ابنه، ابن الصلبي. الصلبي. وكان عنده شخص آخر أيضا يسمى أمية. لا، هذا الثاني ابن عبد شمس اللي يسمونه أمية، هل أمية الأكبر وأمية الأصغر؟ أمية الأكبر. أمية الأصغر لا ريب ولا شك بأنه ابن من؟ ابن عبد شمس. لكن احنا وين سؤالنا؟ سؤالنا على الأكبر، أمية الأكبر اللي هو يصير جد يزيد وجد معاوية وجد أبو سفيان وجد، واضح الكلام؟ حرب. هذه هاي الشجرة الملعونة اللي جدهم منه أمية الأكبر. نسأل هذا السؤال: هل أن أمية الأكبر هو ابن عبد شمس الصلبي أو لا؟ هذا المطلب هنا، هنا البحث. راح نرجع إلى عدة مصادر. هذا وين المصدر الأول؟ المصدر الأول هو كتاب بحار الأنوار، مؤسسة الأعلمي، الجزء 31، صفحة 219. سمعوا، شوف شو يقول. قال صاحب الكامل البهائي، هذا كتاب الكامل البهائي موجود. هسه نرجع له، شو يقول؟ إن أمية كان غلاما روميا لعبد شمس، فلما ألفاه كيسا فطنا أعتقه وتبناه. شوف شوف العبارة. فقيل أمية، هذا هاي نص عبارة المجلسي، فقيل أمية ابن عبد شمس كما كانوا يقولون لزيد بن حارثة، زيد بن محمد، هو زيد مو ابن محمد مو ابن النبي، لكن لأن النبي رباه كانوا يقولون له زيد بن محمد. زين، خل أشرح لكم هذا النص، هذا النص اللي ذكره صاحب كتاب بحار الأنوار. يقول أمية، أمية مو ابن عبد شمس. عبد شمس سافر إلى الروم، اشترى له عبد، هذا العبد شو اسمه؟ أمية. جاب أمية من الروم وإجي. هذا أمية كان كيسا فطنا، يعني عده شنو؟ فهم وفطنه، وبعد كيس يعني أفعاله رزنه. فمن شافه هيجي قال هذا يفيدني كولد، أعتقه وتبناه، تبناه كبي، واضح الكلام؟ ها. فكانوا يقولون له أمية بن عبد شمس. هذا إجا من نسله، منه إجا من نسل حرب وصخر ومعاوية ويزيد وخالد ابن يزيد وبني أمية المعروفين. لذلك الإمام سلام الله تعالى عليه عندما يسأل الإمام الصادق ألف لام ميم غلبت الروم، من هم الروم يا ابن رسول الله؟ يقول بنو أمية. واضح لو مو واضح؟ هذا جاي يقول بأنه الكامل البهائي، هذا صاحب كتاب بحار الأنوار، يقول أنا لقيت هذا النص عند الكامل البهائي، هذا كتاب الكامل البهائي الجزء الثاني،
الجزء الثاني صفحة 236 الفصل الرابع. شوف شو يقول: في أن بني أمية لم يكونوا من قريش. اعلم، شوف هذا النص، اعلم أن أمية غلام رومي لعبد شمس، وكان قد اعتقه وتبناه لما رأى سطوع الذكاء والكياسة مرسوما على محياه. زين، وولد له أولاد كثيرة جلهم لعناء. والعلماء قول واحد أن الشجرة خبيثة الملعونة هم بنو أمية. مثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اشتثت من فوق الأرض، ما لها من قرار. هذا صاحب الكامل البهائي، وهذا النص موجود. بعد خلينا نكمل الكلام. ذكر هو نفسه صاحب البحار، يقول بحار الأنوار العلامة المجلسي، ذكر ابن أبي الحديد المعتزلي اللي يشرح نهج البلاغة في آخر المجلد 15، والأصل الخطبة أصل 17. شو يقول من شرحه على النهج فصلا طويلا في مفاخرة بني هاشم وبني أمية، وفي مثالب كثيرة من بني أمية لم نذكرها مخافة الإطناب. هنا الإمام سلام الله تعالى عليه بعث رسالة إلى معاوية، فمعاوية افتخر بانتمائه إلى قريش، قال له أنا ابن عبد شمس ابن أمية ابن عبد شمس ابن عم يصير هاشم. الإمام علي قال له، رد عليه خطبة، قال أنا الصريح وأنت اللصيق، أنت لصيق بقريش لست من قريش، وأما أنا صريح النسب. هاي من ذكرها أمير المؤمنين في نهج البلاغة، هذا هو المصدر الثاني، هذا المصدر الثاني المذكور به. هنا يجي الإشكال، شنو الإشكال؟ الإشكال ما هو؟ كيف تقولون أن أمية لم يكن ابن عبد شمس، مع العلم أن لعم الأغلب من أصحاب السير والتراجم يذكرون أن أمية هو ابن عبد شمس الصلبي؟ شلون تقولون هيجي؟ احنا نرجع الى الى أمية، نجد ان أمية ابن عبد شمس. شلون تقولون مو ابنه هو مو من صلبه؟ الشيخ عبد الواحد المظفر رحمة الله تعالى عليه محقق في علم التاريخ، عنده كتاب توضيح الغامض، الجزء الاول، الجزء الأول. شوف شو يقول لما نجي هنا صفحة 411، صفحة 411، هاي صفحة 411. شوف السؤال، شخص يسأله، من الذي يسأله؟ يسأل الشيخ عبد الواحد المظفر السيد سعد السيد منصور البطاط، هو قريب عهد من عندنا شيخ عبد الواحد المظفر، يقول له هذا أمية هل أنه ابن عبد شمس؟ شوف جوابه، الجواب: تعرضت إلى بني أمية، هل هم من ذكوان الروميين أم من عبد شمس؟ وهنا تجيء المسألة، هذا أمية ابن عبد شمس أو ابن ذكوان الرومي؟ مو شو احنا قارين، علماء التاريخ يقولون هو ابن ذكوان الرومي مو ابن عبد شمس. وهنا تجيء المسألة في التعريف في بني عبد شمس، وعبد شمس انحصر عقبه في أمية، هاي خلاص احنا جايبه، وبنو أمية اثنان،
أمية اللي منسوب إلى أنه ولد من أولاد عبد الشمس مو واحد، اثنين، وبنو أمية اثنان، أمية الأصغر وأمية الأكبر. فأمية الأصغر لا ريب في صحة نسبه من عبد الشمس، ماكو إشكال، أمية الأصغر هذا ابن عبد الشمس، لذلك أولاده كلهم موالين لأمير المؤمنين. هو هذا الإشكال يجي الذهنك، كيف أن المعصوم يلعن بني أمية قاطبة؟ اللهم لعن بني أمية قاطبة، قاطبة من ألفاظ الجمع، يقول مو بني أمية الأصغر، لا بني أمية الأكبر، واضح؟ لا بني أمية الأصغر بهم موالين لأمير المؤمنين، أصلا استشهدوا بين يدي أمير المؤمنين، واضح الكلام؟ نعم. اللهم لعن بني أمية قاطبة. أمية منه الأكبر اللي تبناه منه عبد شمس وجاء به، وكان غلاما روميا، جاء به ابن ذكوان رومي ذاك الأكبر. المهم شوف شو يقول، وبنوا أمية اثنان، أمية الأصغر وأمية الأكبر، فأمية الأصغر لا ريب في صحة نسبه إلى عبد شمس، ومن هؤلاء آل أسيد، ومنهم عتاب عامل النبي على مكة، وابنه عبد الرحمن المقتول يوم الجمل. وفيه يقول هذا الصريح من بني عبد مناف، هم يقولون يعرفون هالمسألة العرب في ذلك الزمن. قال ومنهم آل سمرة الذين سميت باسمهم سكة بني سمرة في البصرة، وعرفت الآن بمحلة الصيمر، صيامر سمون صيامر، صيامر أي. ومن هؤلاء عبد الرحمن بن سمرة وسيط الصلح بين معاوية والإمام الحسن، ومن صراح بني أمية آل أبي أحيحة، وهو سعيد بن العاص، وذو العمامة التي لم يلبس مثلها أحد من قريش، ومن أولاد خاله نعم وعمر وعبد الله وأبان، وهم من شيعة أمير المؤمنين. شوف إذن أولاد أمية الأصغر هؤلاء من شيعة أمير المؤمنين، وأما أولاد أمية الأكبر روم لم يكونوا من قريش، وإنما هم أولاد ذكوان الرومي، أولاد ذكوان الرومي. ليش هو معاوية عندما سيطر على الشام خلى مسؤول بيت المال منه؟ منصور أبو سرجون الرومي، وبعدين أصبح سرجون الرومي ابن عم معاوية، أصبح سرجون مستشار يزيد روم. ها وهذه المسألة شنو ثمار هاي المسألة؟ هذه المسألة تكشف لنا عن السبب الذي قتل من أجله الحسين. هسا يجي شخص يقول لماذا قتل الحسين؟ يقول له لأن يزيد يلاعب القرود ويشرب الخمر، تارك الصلاة، قاتل النفس المحترمة. نقول له إيه، هو ليش هو كان المتوكل يشرب الخمر؟ مو دخل عليه الإمام الهادي ودعاه إلى شرب الخمر، قال ما خامر لحمي ودمي، مو صحيح؟ زين ليش عود الإمام الهادي ما خرج؟ يقول مو هاي المسألة، يقول الإمام الحسين رأى أن دفة الحكم خرجت عن من؟ عن الحكم الإسلامي، وهناك استعمار متغلغل أخذ الحكم من المسلمين، استعمار. فالإمام الحسين خرج على استعمار بيزنطي رومي، هذا السبب اللي يذكرون علماءنا القدماء، استعمار بيزنطي رومي هو اللي قتل الحسين عليه السلام. لذلك يركز على النبي عندما كان يرى
معاوية ويزيد يقول لعن الله القائد والمقود، لعن الله القائد والمقود. بعد أنا منا أفتهم شنو أفتهم؟ من هو الحسين الحقيقي ومن هو الأموي الحقيقي؟ من كان يقف، هاي الفائدة والعبرة من الدروس التاريخية، من كان يقف بوجه الاحتلال وبوجه الاستعمار وأفكار الاستعمار هذا حسين، ومن كان يقف مع مخططات، مع يسندها مخططات الاحتلال وأذناب الاحتلال زين، فهذا هو شيء أموي، ما يحتاج حبيبي أموي، وإن وضع موكب وطبار وما عاد ما تفيده. احنا عندنا مخططات جاي يدخلونها الى بلاد المسلمين، التطبيع، المثلية، مو مجتمع الإيمو، مجتمع كذا ومجتمع مو بعد، هاي الأفكار الاستعمارية مالتهم اللي تريد تطمس الإسلام، ولا تبقي من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه. هذا هنا الحسين الحقيقي بين، هاي العبرة من دروس تاريخية اللي نستفادها. لذلك السيد الشهيد في صلاة الجمعة قال من قتل الحسين؟ حبيبي قتله الاستعمار البزنط الرومي. شنو يعني برأ يزيد؟ ما برأ يزيد، هو يزيد استعمار بزنط الرومي، وكان اليد الطولى المن للاستعمار البزنط الرومي، هو أصلا رومي. نعم، فلذلك القضية واضحة جدا، والتاريخ جاي نص على هذه المسألة بأن هذا هو سبب مقتل الحسين، وذول هم بني أمية، وبني أمية الأصغر براء منهم، والحمد لله رب العالمين، اللهم